السلام عليكم، معكم يوسف الحرامي من قناة تلمس. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من كورس أداة دراسة جدوى في 90 دقيقة لمشروعك الخاص أو لفكرتك. واليوم أنت حتكون قادر على إنشاء أو إعداد دراسة جدوى بسهولة وبشكل بسيط جدا من خلال هذا المثال العملي اللي أنا أرفقته في هذه السلسلة أو في هذا الكورس. طبعا الكورس مجاني على قناتي، متاح، تابع حلقات هذه السلسلة. إحنا اليوم في الحلقة السادسة، إن شاء الله بعد متابعتك لهذا الكورس حتكون قادر على أداة دراسة جدوى بنفسك، وحتكون فاهم جميع حيثيات وتفاصيل دراسة الجدوى، وهذا بوفر عليك يعني الفلوس اللي انت ممكن تدفعها لشخص متخصص انه ينشئ لك هذه الدراسة. وخلينا احكي لك، يعني انت اليوم ان شاء الله بعد متابعة هذه الحلقات حتصير يعني انسان خبير ورائع في اداء دراسة جدوى، حتكون عارف تكاليفك وارباحك. واليوم انت يعني لو جلست مع محاسب او مثلا مع اي شخص خبير في اداء دراسة جدوى حتكون فاهم عن شو بتكلم، فبالتالي هذا الكورس هيعطيك فائدة رائعة وكبيرة بإذن الله تعالى. طبعا وفي الحلقة الماضية احنا وصلنا معكم للدراسة المالية، وتطرقنا الى الجداول الخاصة بتكاليف التأسيس، وحكينا عن الجدول 2 وجدول رقم 3. الان حنتطرق الى التكاليف الجارية، وحنشوف ما هي المواد الخام، ما هي الخدمات المقطوعة، ما هي الايرادات المتوقعة في هذا المشروع. عشان تشوف كل هذه التفاصيل وهذه الجداول، بذكرك انه انت تشترك في قناة وتعجب بهذا الفيديو، وتضغط على زر الجرس يصلك كل جديد من برامج والحلقات اللي حنرفعها على هذه القناة. وخلينا أشوفك بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا فيكم من جديد، بتمنى تكون الان انت مشترك في قناتي وتصلك كل البرامج والحلقات اللي احنا نرفعها باذن الله تعالى. عشان هيك انا بحكي لك احرص على مشاهده كل حلقه من هذا الكورس لتستفيد وتصلك الفائده القصوى باذن الله تعالى. وخليني اعطيك يعني فكره عامه عن الفرق بين تكاليف التاسيس اللي احنا تطرقنا اليها. زي ما تشوفين يا جماعه، تكاليف التاسيس هنا في هذا الجدول وتكاليف جارية. طبعا ايش المقصود انا بتكاليف التأسيس او تكاليف الجارية؟ خلينا احنا يعني من وجهة نظر المحاسبين نحكي يعني بمعنى بسيط، انه التكاليف الجارية زي ما انتم ملاحظين في مشروعنا كانت عبارة عن اللي هو تكلفة الايجار، الماء، الكهرباء، مصاريف التليفون، المواصلات، يعني الخدمات المقطوعة، المواد الخام، الدعاية. يعني بنلاحظ ان هي عبارة عن تكاليف العناصر دائما احنا بنستخدمها في مشروعنا، بتكون ذات فترة محاسبية قصيرة، مدتها يعني قصيرة، يعني خلينا نقول اقل من سنة، واحنا بنستخدمها ايضا بشكل متكرر ودوري. هذه بنسميها تكلفة جارية او تكاليف يعني دائما احنا بنستخدمها في مشروعنا. بينما تكاليف التأسيس زي ما انتم ملاحظين اعزائي المشاهدين، الالات والاثاث، يعني احنا اللي ما بنستخدمها بشكل كبير او ما بنشتريها بشكل متكرر او بشكل دوري، وممكن تكون ايضا تكلفتها على عده فترات زمنيه محاسبيه، ما بنشتريها دائما، يعني ممكن نشتريها لمره واحده، مثل يعني شراء الالات، شراء الماكينات، شراء مبنى مثلا. هذا يعني هناك فرق بين التكلفه الجاريه وتكلفه التاسيس. بتمنى تكون هذه يعني الفروقات واضحه لكم. زي ما انتم ملاحظين تكلفه التاسيس كانت عباره عن شراء الالات وشراء الاثاث، بينما التكاليف الجاريه هي اللي احنا بنستخدمها بنشتريها بنستخدمها بشكل دوري. إن شاء الله بتكون وضحت لكم الفرق بين التكلفة الجارية وتكلفة التأسيس. وهناك أيضا فرق واضح، يعني ممكن واحد مثلا يقول لي طيب أنا راتب المدير، راتب الموظف، مثلا راتب العامل، هذا كله يا جماعة عبارة عن تكلفة جارية، لأنه أنت دائما أنت يعني بشكل شهري أو بشكل أسبوعي أو بشكل حتى سنوي أنت ممكن تعطي أجور للعاملين ورواتب للموظفين. فعشان هيك هذه يعني خلينا نقول هي تكلفة جارية وليست رأسمالية أو تكلفة يعني ذات أصول ثابتة أو تأسيسية، تمام؟ وخلينا أحكي لك يعني معلومة أيضا يعني نفرق بها بين التكلفة الجارية والتكلفة الرأسمالية أو التأسيسية. إنه التكلفة الجارية بتظهر دائما في قائمة مين؟ القوائم المالية اللي هي يعني قائمة الدخل، تمام، تظهر هذه التكاليف. بينما موضوع تكلفة التأسيس هي بتظهر في قائمة المركز المالي أو في الميزانية العمومية. يعني هناك أيضا فرق حتى في تسجيل اللي هو عناصر التكاليف، خلي بالك أيضا من هذا الفرق. وعشان أنت تكون هذا يعني فاهم لهذا الفرق محاسبيا، يعني ممكن محاسب يقول لك مثلا قائمة الدخل، قائمة الميزانية العمومية، البالانس شيت، وهكذا تكون فاهم هذه المصطلحات.
وخلينا استعرض معك ايضا بعض الجداول اللي احنا استخدمناها في هذه الدراسه، مثل المواد الخام. كانت المواد الخام عباره عن ورق A4 قرطاسيه يعني تكلفتها $50. ايضا الجدول الخامس هو خدمات مقطوعه، مثل يعني اجره مدير المشروع، شركات البرمجه والتصميم، تصميم الموقع، هذا اجمالي $2,250. وخلينا احكي لك جدول 4 وجدول 5 انا برقمهم عشان اضيف لمين للجدول الرئيسي، هو عباره عن التكاليف الجاريه كما تلاحظ. هنا مواد خام جدول رقم 4 وخدمات مقطوع جدول رقم 5 شركات البرمجة، يعني أنا أضفت الجداول الخاصة بالتكاليف الجارية ضمن طبعا الجدول الرئيسي وهو التكاليف الجارية. أعزائي المشاهدين بتمنى يعني تكون الأمور واضحة، الفرق بين التكلفة الجارية والتكلفة التأسيسية، ولو أنت يعني هناك في لبس أو في غموض حاول أنه أنت تكتب لي في التعليقات ما هو الغموض وشو سؤالك عشان أوضح لك إياه في التعليقات، أو ممكن نعمل فيديو توضيحي أكثر. تمام. طيب الآن خليني أستعرض معكم جدول رقم 5. زي ما حكينا خدمات مقطوعة كانت عبارة عن أجور يعني مقطوعة ورواتب للعاملين. الآن الإيرادات المتوقعة، الإيرادات المتوقعة يعني هي خلينا نقول هي الريفينيوز يا جماعة بنسميها، أو السيلز المبيعات. تمام. كانت هي عبارة عن ثلاثة مصادر في هذا المشروع. طبعا المصدر الأول هي بيع بطاقات الخصم، المصدر الثاني عمولة البيع من الشركات التجارية، وعمولة الإعلانات للشركات التجارية. طبعا كانت كمية يعني المتوقعة الاستيميشن أو اكسبكتد يعني لا بطاقات الخصم أنه احنا نبيع 1280 بطاقة. طبعا هذه سعر البيع مرفق تفاصيل مين عرض سعر، يعني حتلاقي في الأسفل حنستعرض معكم جداول لتفاصيل السعر، يعني هذا طبعا هو مزيد من التوضيح. ليش؟ لانه الصناديق الاستثماريه او يعني خلينا نقول اللي بتديك القروض او البنك مثلا بيطلب منك تفاصيل للمنتجات ولسعرها ولبيعها وتفاصيل عن هذه الاشياء، فبالتالي انت ممكن تكون مرفق تفاصيل لهذه يعني المنتجات او هذه السلع. فالاجمالي $3,013 عموله البيع من الشركات التجاريه ايضا 248 شركه، طبعا مرفق تفاصيل السعر 5400، عموله اعلانات 250 شركه ايضا 2900، الاجمالي كان $11,400 يا جماعه. طبعا هنا زي ما انتم بتلاحظوا في عندي اجمالي، الاجمالي زي ما انتم ملاحظين باء، الاجمالي باء، وهنا عندي الاجمالي الف. طبعا ليش انا بسمي هذه المسميات؟ عشان بعد هيك استخدمها في مين يا جماعه؟ في المؤشرات الربحيه، بقول اجمالي باء، اجمالي الف زائد ناقص، عشان انا مثلا اوجد صافي الربحيه، أو في بعض المعايير اللي أنا بستخدمها ممكن تفيدني يعني هذه المسميات إجمالي ألف وإجمالي باء. تمام يا جماعة، بتمنى تكون الأمور واضحة جدا إليكم، يعني دراسة بسيطة جدا، مثال بسيط جدا أنا أرفقته لكم يعني بنود قليلة عشان يعني تكون الصورة واضحة، ما يكون هناك يعني تعقيد لديكم، بتكونوا فاهمين بإذن الله كيف هذه الدراسة انعملت. وخليني يعني أتطرق معك إلى جزء بسيط من المؤشرات الربحية. زي ما انتم ملاحظين المؤشرات الربحيه هي طبعا بتكون صافي الربحيه، الاستثمار او راس المال، معدل الاداء الاستثمار، فتره الاسترداد، هذه مؤشرات بسيطه احنا ارفقناها هنا في هذه الدراسه، حنتناولها ان شاء الله في الحلقه القادمه، هي الحلقه السابعه، عشان انا ماني حابب اتقل عليك، تكون ان شاء الله استوعبت اللي هو محتوى هذه الحلقه اليوم، فخليك معي في الحلقه القادمه عشان يعني نناقش مع بعض المؤشرات الربحيه باذن الله تعالى لهذه الدراسه. ما تروح بعيد وخليك مشترك في قناتي واعجب بهذا الفيديو وادعمنا باللايك، وحاول انه انت يعني تشاركنا في التعليقات الاشياء اللي انت يعني فيها غموض او عدم فهم، يعني احكي لي في التعليقات لاجاوبك عليها. واخيرا ان شاء الله بذكركم يعني ضروري تحملوا الماده التدريبيه المجانيه على موقعي على 10 minutes. الموقع يعني الان اصبحت متاحه للدورات المجانيه، حاول تحمل الدوره المجانيه طور ذاتك لتاسيس البزنس الخاص بك لتستفيد منها، دوره مجانيه رائعه استفادوا منها ناس كثير، هذه طبعا مجانا هديه لعائله 10 minutes، لكن مقابل ذلك بتمنى يعني ما تبخل علي بالاشتراك والاعجاب، وان انت تضغط على زر الجرس، تدعمنا دائما على السوشيال ميديا الخاصه بنا، وتشاركنا في مشروع 10 minutes الكبير للتحسين العام. والقاكم في الحلقه القادمه، موفقين يا رب في مشاريعكم وفي حياتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.